هي ما يحتاجها المجتمع. المجتمع الآن يعني نرغب أنه يكون بدل ثقافة مشي يوم يمشي ويوم ما يمشي يلعب على نفس الواحد، يعني دائما كلنا نقول المشي ضرورة أصبح، لكن كيف أقيم نفسي أني أمشي بالفعل بشكل يومي، وكيف يكون هناك إحصائيات أسبوعية وشهرية وسنوية. مشاة الرياض يعني استخدموا التقنيات والبرامج الموجودة الآن، تطبيقات استخدموها لنشر ثقافة المشي ومتابعة المشاة. متابعة المشاة بشكل أسبوعي وشهري أصبح لها أثر قوي جدا في التأثير عن بعد. فهناك منافسات في برنامج نايكي يتابعون بشكل يعني كل شهر عندنا 20-30 واحد يكون قطع مسافة 150 كيلو في الشهر، يعني معدل يوميا 5 كيلو. هذا الحد الأدنى، يعني تخيل عندنا 200-300 شخص ما يعني كل وكل شهر يزداد المنافسة هذه، معنا متقاعدين، معنا أطباء، معنا يعني من جميع القطاعات، ومع ذلك دخلوا في هذه المنافسة. يقول ما كنت أتوقع أني بالفعل أستمر مشي، أنا يوم أمشي وأسبوع ما أمشي. فأثر فيه تأثير بالغ هذه المنافسات الشهرية. جميل.